الواقع الاقتصادي الصعب والمتراجع لم يمنع من نجاح إصدار سندات الخزينة بالعملة الصعبة اليوروبوند بقيمة 2.2 مليار دولار الذي سوقه كل من وزارة المال ومصارف سوسيتي جنرال، بلوم بانك وسيتي بانك. كان عامل ثقة مهمة للدولة اللبنانية أنه يكون في هيك حجم اكتتاب، وهو سبب أيضا النجاح لسبب سياسة لبنان النقدية والمالية والمصرفية، وخصوصا حكمة أكيد حاكم مصرف لبنان. عدة عوامل ساعدت على نجاح الإصدار. البنوك فضلوا أنه يستثمروا بفوائد بسندات الخزينة مع مصرف لبنان، هيك فوائد آمنة ما عندها أي ريسك مع أي زبائن بالنسبة لوضع بيروت وقت الحاضر، وكمان في طلب من الخارج، والخارج بنعرف أنه وضع البنوك الأوروبية والأزمات الاقتصادية بأوروبا أكيد كمان هجموا على سوق بيروت يلي دائما لبنان معروف ما بحياته وقف وما دفع المستحقات عليه. كما أن التصنيف لمخاطر لبنان الائتمانية لم يؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب. هن بهمهم الفائدة العالية، والمعروف أنه لبنان عم يدفع دائما أنه مستحقاته، وفي عنده ثقة بلبنان ويجوا على لبنان. طالما وزارة المال كانت بدها بحاجة لمليار، طالما بحاجة لمليار وشافت الحجم أنه طلب 4 مليار و900 مليون، أنا برأيي كان مفروض توقف على المليار وترجع بعد 15 يوم تعمل إصدار تاني بفايدة أقل. يعني بس هي الطريقة الملاحظة اللي عم بقولها، أنه بس لحتى نعمل وفر للخزينة اللبنانية ممكن 40 أو 50 نقطة. مهما كان الطلب فلا شك أن الإصدار اعتبر الأنجح منذ دخول لبنان الأسواق المالية في التسعينات، ويعكس الثقة بالقطاع المصرفي والمالي.